اليوم مظاهرات أهل المشخاب نطالب بحصتنا من الماء. الحقيقة أهل المشخاب مظلومين وما عندنا أي تنظيم بهذا الناظم أو الناظم منطقة الحسانية. وتعرفون تاريخ مدينة المشخاب هي منطقة زراعية وسكان أهل المشخاب معتمدين على الزراعة. الآن الدولة تتبنى سياسة عدائية ويا الفلاح ويا المزارع بصورة عامة. يعني الطار عاية 200 ألف زين، هاي 200 ألف تكفيلها للمستشفيات، تكفيلها للمدارس، تكفيلها الأولاد اللي بالجامعات. عم ما اريدها الرعاية، خلي يدعمون الزراعة ويرفعون ايديهم عن محاربة هذا القطاع واحنا نقدر نعيش. فنطالب من المسؤول، نطالب وهو حقوقنا، احنا ما جاي نستقدم من عندهم، نطالب بحقوقنا من حصة الماء من ناظم المشخاب. اكو تنظيم واكو استجابة، ان شاء الله يستجيبون ويسمعون صوتنا. ماكو استجابة، احنا عندنا خطوات تصعيدية ثانية ان شاء الله. اكو تنظيم بيناتنا واكو تواصل مع الاخوة الناشطين، وان شاء الله نقدر ناخذ حقوقنا. وايضا الانتخابات جايتنا، هم المسؤول راح يجينا، راح يجي يدق الباب علينا. احنا المسؤول اللي ما يوقف ويانا والعضو البرلمان اللي ما وقف ويانا ما شفنا ساندنا راح يجينا، ونذكره بهذا الموقف ونذكره بهاي الحكاية. اهل المشخاب ناس اهل زرع عايشين على الزرع، والحقيقة اذونا بهاي السياسة العدائية ضد الزرع وضد الفلاح والمزارع بصورة عامة اذونا. فاحنا نطالب بحصتنا من الماء، وعتبنا على شيوخ اهل المشخاب بصورة عامة وعلى اخواننا اللي المزارعين العفو اللي ما طلعوا ويانا يعني. بس ان شاء الله بالخطوات الجاية راح يكون الحضور اكثر من هذا الرقم، وراح تكون عندنا خطة منظمة للمظاهرات وناخذ حقوقنا اذا ماكو استجابة. احنا نستنكر السياسة المائية بالعراق بشكل عام، خصوصا احنا بالمشخاب. المشخاب هوية الزراعة للعنبر، والآن الفرات يمر بنص المشخاب والناس ما مستفادة من عنده. اكو شعار عند وزير الري وزير الزراعة دفع اللسان الملحي. انا فلاح ومزارع وشغلتي بالماي، ماكو واحد يحلي له بحر بنهر. الخليج بحر، ما تدفع البحر وبهذا شط الفرات تحل البحر، هاي ما هاي لا يمشيها علينا، هاي مو صحيحه. احنا الفرات يمر بنص المشخاب وعلى خشومنا وممنوع تمد ايدك على الماي، هذا ما يصير، هذا الحكي مو صحيح. الريس سياسه مائيه واضحه. اليعو اللي هو اخر سد لنهر الفرات بالنجف مطلق، اليعو قبل للناصريه للهور شط العرب للخليج، يعني ما حد مستفاد من عنده. ليش؟ شنو تدفع اللسان الملحي؟ هو شط العرب ايش بيه حتى يدفع لي؟ هو ماي مالح، ماي بحر، كله ريحه غاز ونفط وغير مستفاد منه. فاحنا ندعو الدوله سياسه مائيه وضع سدود من المشخاب الى عن البصره، سدود حجز للماي. احنا مزارعين ونعرف الطريقه شلون، واذا ما عنده وزير الزراعه مستشارين لا بالله ابسط واحد من فلاذح المشخاب يقول له هاي الطريقه زين، وغير هاي ما عنده. رحم الله والديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجنا احنا كأهالي المشخاب للمطالبة بحصة المشخاب المائية حالة حال الأقضية والنواحي المجاورة لها، ما نذكر أسماء حتى ما يصير بعض الحزازية، لكن يحدون التساؤل. احنا انت اليوم هذا الفلاح تعتبره موظف، لما تجي تقطع راتب هذا الموظف بيش راح يعيش؟ انت ما تساءلت؟ اضافه الى ذلك عندنا بعض الفلاحين ماخذين قروض من الدوله للحكومه، شلون راح يسدد؟ انت بعد يومين ما طالبه بهذا القرض اللي انطيته اياه انت كدوله لهذا الفلاح؟ اكيد راح تطالبه وجايب كفيل وراح يخسر الكفيل وراح تصير مشاكل ثانيه. فاحنا نطالب بحصتنا المائيه، ما مطالبين باي شيء ثاني. اليوم خرجنا بمظاهره تمثيل اهل المشخاب لغرض انه حصتنا المائيه نريدها فقط. الان الموت بطيء للثروه السمكيه، الثروه الحيوانيه، للزراعه ايضا. احنا المشخاب معروف عنها منطقه زراعيه تزرع، وكله يعرف انه هو عنبر المشخاب اللي مشهور به، المشخاب اللي هو هويه هذه المنطقه. فانت ليش تحرمنا من ابسط حقوقنا؟ اليوم الفلاح نتساءل بيش راح يعيش انت لما انقطعت عنه هذه اللي هي مصدر رزقه الاول والاخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ قاسم مدرس اللغه العربيه. ندعو المعنيين المسؤولين وزارة الموارد المائية بالنظر إلى قضايا اللي تعلق بقضاء المشخاب. قضاء المشخاب
المميز بمعروف يعني زراعة الأنبر. اليوم زراعة الأنبر تلف عندنا. زراعة الأنبر انتهت. الناس هلكت. حلالها انتهى. لا مزارع لا بساتين لا ما يصير. نريد حصة عادلة حالنا حال الأقضية والنواحي وحال المحافظات. ندعو المسؤولين أن ينظرون إلى هذه القضية. يعني إحنا زراعة الأنبر انتهت بعدنا. الناس عايش على الحلال وعلى الزرع. نعاني من نقص الماء. لا ماء لا زراعة عندنا الناس عليهم ساكنة. ساكن الناس وعايش على الزرع وعلى الحلال. إلى حلال انتهى. زرع ماكو. عليهم إحنا الناس باقي. راح تهاجر الناس. إحنا القرى راح نهاجر. ونشكر يعني نشكركم على توصيل صوتنا للمسؤولين. وزارة الموارد المائية، المسؤولين، محافظين. إحنا أهالي المشخاب. منطقة المشخاب معروفة هي منطقة العمل مالتها الرئيسي هو الزراعة. بالإضافة إلى تربية الحيوانات. زين، هاي الحكومة الآن برئاسة السيد السوداني رفعت شعار الخدمة. يعني قالت إحنا نريد نخدم. أنا ابن المشخاب، إذا تريد تخدمني وفر لي المياه. ليش أنا باقي بالنص؟ لا أنا مثلاً بالشمال ولا أنا بالجنوب، ضال بالنص. ما ماخذ حقوقي. يعني إحنا المطلب الرئيسي مالتنا أن هذا الناظم الآن الموجود تتنزل بعض البابيات منه ولو بنسبة معينة. الأنهر الفرعية الآن جفاف تام. الناس يعني قسم حتى والله كثير من عدها هاجرت من الريف اجت للمدن. سئل ليش؟ يقول لك اريد ماء شرب حيواناتي، اريد اغسل، اريد اسبح. شوف هذا يعني كل مطلب الناس الرئيسي هو عبارة عن اريد مياه. هسه الناس يعني اغلبها حتى بدأت ما تفكر بزراعة العنبر اللي هو الهوية الرئيسية مال مشخاب. يقول لك انا هسه على الاقل بستان عندي بيش كم نخلة اش كم شجرة أريد أسقيهن ماكو. يعني وين يريدون يوصلوننا؟ يوصلون هاي الناس وين؟ زين خلي يطلعون يكاشفوننا يقلوننا مثلا يابا هذا الماء حتى الناس مثلا يشوف مصيرها تهاجر. يعني الآن اكتظاظ صار بالمدن ما جاي يحسون بي. أراضي مهجورة. إحنا بلد السواد بلد الزراعة المشخابة بالعنبر. ليش هيك جاي يسوون بالناس ما جاي نفهم. ما حد يجي ويبرر. هاي هسه الناس طالعه مظاهرات. اجى مسؤول سالها ايش عندكم واقفين هنا؟ اجى واحد مثلا يقول هاي الناس شنو اللي مطلعها؟ جاي هسه الناس متفكها طالعه هنا هيك بالشمس وبالحراره؟ ماكو اي اجابات. يعني الناس تشوف الان مصيرها مجهول، كل شيء ما جاي تعرف من مصيرها. فالمطلب هو مطلب بسيط. يا اخي هذول اهل المشخاب قلوا لهم ايش قد حصتنا من المياه؟ نزلوا لنا جزء من الماء هذا اللي راح جاي يروح هدر. هذا هو المطلب الرئيسي مالتنا. هاي طلعتنا اليوم فقط على المياه. والله طالعين على معاناة ومأساة صار أكثر من سنتين حقيقة من حكومة الكاظمي إلى حكومة السوداني. يوم أسوأ من يوم. أكو مثل شاهد من أهلها يقول هذا بقفاي الفرات شوفه للبحر الجماعة وللأهوار. وآلاف العوائل بدأت تهاجر. نفور بحيواناتها. الزراعة انتهت. الجماعة يتقاسمون المليارات. يختلفون أمام الإعلام ويتفقون في الغرف المظلمة. والشعب نحو الهاوية الحمد لله والشكر. من سيء إلى أسوأ. ماكو أي تقدم ولا أكو حركة إعمار ولا. الآن اليوم الدول تزدهر بالصناعة بالزراعة. الحمد لله ذن الركنيان انتهن. نهون الجماعة بالبلد لحساب دول خارجية لحساب مصالحهم الشخصية الله أعلم. بعد أكو أمر احنا اللي نعرف به أنه سياسة الدولة ترسمها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة الخارجية. لكن الحمد لله لا الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسم سياسة الدولة الخارجية ولا وزارة الخارجية عبارة عن ميت. اطلع على الفروع وشوف صارت مكب للنفايات وللمجاري. آلاف الدونمات من الأراضي جرفت وانتهت. اليوم هوية المشخاب اليوم بالعراق وحتى بالخارج هوية المشخاب العنبر. الحمد لله همنه هالجماعة ويطلع وقال أنا رجل الإصلاح وحكومة تقنقراط وحكومة عمل. والله لا وزير الزراعة مهني
أقسم بالله وزير الموارد المائية لو مطلعينه من المقابر أفضل، رجل عجوز ما يقدر يعين نفسه، أسلمه وزارة بيها حياة الناس، والله كفر وظلم. قل لك يا محمد إشياء السودان، والله لو باقي صورتك قدام الناس أفضل من ما مستلم هذا المنصب، لأن أنت أسوأ من قيادة الكاظمي، وأنا مستعد أعطيك إياها واحدة واحدة بوجهك. قلت تقاعد أزود قبل الله هذا والحمد لله، وعد كاذب. قلت ذول الفقراء الرعاية والحمد لله، ما حققت هذا. بعد شتريد تعويضات زين؟ احنا هذا هسه الموسم، اليوم هذا الموسم انطفى انتهى، الموسم على الحافة. زين شنو سويت انت؟ تعويضات قبل سنتين بعد استوى انقرت بالموازنة. زين هذا الموسم الصيفي شلون؟ 70% العوائل عيشتها على الزراعة. شنو إجراءاتك سويت لهذا الموسم؟ أسمتك من 5000 دينار لل 75 وتصيح أدعم الزراعة؟ ما كافي كذا الضحك على الذقون، كافي ملة العالم. وبالنهاية أقلهم نهايتكم أسوأ من اللي قبلكم. والمشخاب هذه المدينة وهذا الناظم الذي نقف عليه كان ينظم قضية الري بالمدينة، والآن الحقيقة قضية المياه قضية أصبحت أزمة دولية وليس أزمة خاصة بالبلد. المشخاب هذه المدينة العريقة اللي الآن هي شبابها وناشطيها واقفين في هذا المكان لاستحصال موافقة الدولة أنه يجب أن يكون هنالك قضايا أروائية تهم المدينة وتهم أهل المدينة وتهم المزارعين الموجودين في هذه المدينة العريقة. أكو فرق كبير جدا، يعني اليوم واليوم عن الأمس يختلف. الأمس كان عيش هانئ ورغيد وحياة زراعية وتنظيم جيد للإرواء وكثير من المسائل التي تتم الزراعة، أما الآن فهي تفتقر إلى أبسط الأمور وخاصة الزراعية، أدى ذلك إلى هلاك كثير من الدواجن وكثير من الحيوانات وإلى كثير من طبعا الهجرة. الآن أصبحت الهجرة من المشخاب إلى المدن القريبة خاصة النجف، هذا بسبب شنو؟ شحة المياه. المشخاب كان ينتج 200,000 طن من العنبر والياسمين، والآن ما ينتج له حتى 10 طنون. عرفت؟ بسبب من؟ بسبب الإدارة المائية. الإدارة فاشلة. قبل سنتين نحصد الماء يصعد عندنا متر بالهذا من الهدر. عرفت الخابر ونقول بويا هذا الماء ليش هادرين هالشكل؟ يقول ما عندنا أوامر النزلة من فوق، سد الجنابيات اليسرى اليمنى وحصدوا. فالدولة سوء إدارتها، ما أدري يعني عداوة وش الفلالية، ما أدري شعتها يعني. يعني إحنا كنا ناس عايشة ومرتاحة، شباب تشتغل، ناس تبيع، ناس تشتغل بالمعامل 8-9 أشهر، والآن أصبحنا كل شيء ماكو بسبب سوء إدارة الدولة. الماء هدور، يعني إحنا مثلاً نحكي على السياح، كان عندنا السياح مترين، وإذا بينا هسا شراب ماكو، بير ممنوع. هاي شغل دولتنا هاي جديدة، وما أدري شلون تاليتها. النوافذ شنو شغلها الدولة؟ إحنا صار 4-5 أشهر ما طابنا ماي مثلاً، يعني ذولاك بشر وإحنا مو بشر، شلون يعني؟ طبعاً خطواتنا المقبلة تصعيدية، ونشوف تاليتها شلون العشائر نعبي الشارع ونسويها كولبة، شاش تسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. مطالب متظاهري قضاء المشخاب والمناذرة وناحية القادسية. أولاً، إقالة مدير الموارد المائية في النجف الأشرف لعدم تأمين حصة مائية لجميع الأنهر الفرعية في قضاء المشخاب من تاريخ 15-12، ولغاية هذا اليوم 15-6-2023، مما تسبب في ضرر البساتين والثروة الحيوانية. 2،
نطالب بتأمين حصة مائية للبساتين ضمن جدول زمني محدد. 3. وضع خطة لتبطين الأنهر للحفاظ على المياه وعدم هدرها. 4. توفير مضخات مياه كهربائية بالإضافة إلى مضخات الديزل. 5. فتح تحقيق وزاري لعدم تأمين الحصة المائية لقضاء المشخاب، وهذه النقطة جدا مهمة يجب على الحكومة أن تلتفت لها. فتح تحقيق وزاري لعدم تأمين الحصة المائية لقضاء المشخاب مما سبب أضرار اقتصادية واجتماعية لسكان الأرياف، وفي حال عدم تنفيذ المطالب ستكون لنا خطوات تصعيدية ضمن القانون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متظاهري أهالي المشخاب والقادسية والمناذرة والحيرة. احنا الفلاحين مظلومين وظالمتنا دولتنا، وهذون الفلاحين انتاجهم وعملهم وشرفهم من الدولة، والدولة هسه حاليا تحاربهم، هسه حاليا تحاربهم، الدولة جاي تحاربهم. اولا اكو ماي موجود بالشط، احنا جاي نشوف هسه لاحظ خلي يطلعون كشف، وهذا الحكي كله سبب الامور الادارية، الامور الادارية اللي هي خاصة بالمياه. هاي المياه هسه جاي تروح تلف، جعدوها ان مثلا النواظم جعدوها كل اسبوع 3 ايام، احنا كل اسبوع 3 ايام، اذا كل اسبوع 3 ايام نزرع زراعه تامه، عرفت شلون؟ وحسب الاصول وحسب الامكانيه، ما نريد من الدوله، ما نريد لا نريد سماد لا نريد بذور لا ريد. عمي كلها علينا احنا نتحملها، بس لكن عوائل هاي تهجرت، عوائل هاجرت للولايه، والولايه بعد ايش بيها اذا الفلاح كله هاجر للولايه، وابو الولايه يصير الولايه بس مضارب ومقاتل، عرفت شلون؟ وقضايا انه فساد يصير بعد اكثر، والفساد قام يزيد ويعم على الدولة، يعم على الدولة. وهذا رأي عام، يعني رأي عام، المفروض أن يكون الدولة تهتم بهذا الشيء اهتمام واسع. ليش؟ لأنه هذا القرينة، هاي الفلاحية، هاي المجموعة الفلاحية انعدمت، لا حلال عندها، لا بقى عندها حلال، لا عندها بقر، لا عندها مياه، لا عندها يعني ماي شرب، ما عندهم ماي شرب، عرفت شلون؟ الأنهر كلها يابسه، يعني تعرف يابسه شنو؟ والماء احنا نشوفه هسه حاليا هذا المشخاب، هسه ماء يروح هدر، وين والله شنو عندهم بحيرات هيك بالقلب العريض، اكو بحيرات ومدعومه بكثر الناصريه بكثر الاهوار. زين الاهوار مو بشر، واحنا بشر، احنا كل احنا بشر واحد، كل احنا عراقيين، لازم اكو تساوي بالعمليه مالت المياه. وهاي الإدارة اللي تسويها الدولة لازم تسويها إدارة صحيحة. عمي إدارة صحيحة، هسا إحنا ناس فلاحين بس لكن نعرف الإدارة، وهذا شيء هذا غلط. وهاي بعد ظلت ورا الدولة، الناشد الناشد المسؤولين، الناشد المحافظ، الناشد كل من عنده ضمير، والضمير اللي هو عند الدولة. اليوم هذا الفلاح مسكين، هو بس للأسف 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 احنا توقعنا خير. انا اناشد كافة المسؤولين من رئيس وزراء الى رئيس جمهورية، الانسان الى ضاعت اخلاقه وضاع ضميره بعد ما إله وجود، ما إله حتى دولة ما إله. 3. وضع خطة لتبطين الأنهر للحفاظ على المياه وعدم هدرها. 20 سنة احنا نعاني الاهمال والظلم، جاملنا على حساب التعليم وعلى حساب الصحة وعلى حساب الصناعة، جاملنا على حساب كرامتنا. الآن وصلت القضية إلى خبزتنا. قضاء المشخاب معروف على صعيد العراق والعالم، بل العالم كله. احنا هويتنا الزراعة، هويتنا انتاج العنبر. اذا واحد يسلبنا هويتنا فهو غلطان. اذا بعض مشايخنا وسادتنا من يدعي انه شيخ يجامل على حساب حقوقنا ويوصل رسالة بأن المشخاب كلها خاضعة تحت إرادته، هو هم غلطان. إحنا جيل واعي، سادتنا وناسنا ما تقدر تطلع، إحنا أبنائهم طالعين. الأيام الجاية يسمعنا رئيس الوزراء وحكومته الشيعية بالأغلبية الشيعية المطلقة نازلين للشارع من أجل حقوق مدينة المشخاب. المشخاب أساس الزراعة، ما يجون نخضع للمساومات والمزايدات ونسكت مستحيل. اليوم آل زياد وآل إبراهيم والزرفات
والفتلة والشبل مع حفظ الألقاب باقي العشائر، الكل حاضر ممثل عن أبنائه. اليوم إذا تجاهلونا ممكن القضية تطلع عن إرادتنا والنوب ننزل للشارع. عندنا خطوات تصعيدية، إذا تجاهلتنا وزارة الموارد المائية وما أخذنا حصة المشخاب إحنا نازلين للشارع. خطوات تصعيدية، ممكن نسد الدوائر، نسد القائمة المقامية، نتظاهر بباب المحكمة، نلجأ لكل الطرق. حصتنا من الماي ناخذها، إحنا مو فوق القانون. إحنا مو نريد ناخذ ماي ونحرم الناصرية، مو ناخذ ماي ونحرم العباسية. حالنا حال الناس. إذا ماكو ماي أكو حلول سريعة للناس. أطراف قضاء المشخاب جاي تعاني، ناس جاي تموت، ناس جاي تنذل، الحلال جاي يموت، الناس ما عندها تسبح. إلى متى؟ إذا رئيس الوزراء يخدرني بمؤتمر صحفي غلطانين. إحنا الدستور العراقي كفر لنا حق العصيان المدني. يومياً ما صار حل سريع للمشخاب نازين عصيان مدني نسد الطرق. ممنوع المشتقات النفطية تعبر على المشخاب. أكو غاز وبنزين يعبر لبغداد عن طريق المشخاب. ما نخليه ممنوع نسد طريق غماس وطريق بصخير وطريق القادسية. ما عندنا خوف. تطونا حقوقنا أهلاً وسهلاً. ما تطونا حقوقنا. هاي الشباب أغلبها ما عتقيعان بس طالعة عتها واجب وطني، واجب أخلاقي، واجب ديني. عم احنا مثل الحسين سلام الله عليه يشوف الماي وما يشربه. عم هذا الماي وراك استاذ تعال صوره يتعدى علينا وما نحصل. عطشانين احنا. هاي الناس اللي واقفه قبالك اكو شيء اسمه خوف راح. نواب الدائره الجنوبيه اللي فتحنا لهم المضايف هوسنا لهم واهلا وسهلا وخلافكم المذهبي يضيع وخلافكم الديني يضيع. وينهم؟ وين النائب جواد عويس؟ وين النائب حميد؟ وين النائب ثناء؟ وين نواب النجف؟ وين محافظ النجف؟ عليك واجب اخلاقي. تعالوا لينا، الناس جاي تنذل، الناس جاي تنهار. انتم ما عايشين معاناة المشخاب باطراف المشخاب. ممكن الناس تستاذي والمسؤول يستاذي وقرط ملحتنا بين الناس ما تطلع وخده وخدر وايست. احنا ما نايس 50 واحد يزعج هاي السلطه العميله الفاسده ولا 5000 واحد ساكت. الحسين ابو عبد الله اللي بعد كم يوم راح نطبل له وندق له زنجيل وندق له قامات. الحسين يقول وما شرف المرء الا كلمه. الإنسان يموت ويعيش بكلمة. الشجاعة كلمة والخوف كلمة. إش بيها ناسنا؟ الحياة بيد الله. الساكت يموت واللي يحشي يموت. رسالتنا للجميع اليوم وباكر وعقب حصة المشخاب بالماي تجي وغصبا عليكم. أنتم يا حكومة العراق نقولكم هذا العنبر بالمشخاب المحصول العالمي جاي يحتضر وأنتم ما موجود بس بالمشخاب هيك تعوفونه زين عندكم حلول إلى زين هذا العنبر الآن ماكو السنة قلتوا لنا ماكو عنبر ما راح ينزرع عندكم حلول لهاي الناس إيش راح تسووا لها لو أنتم يا بآن المن إحنا انتخبنا نواب والنواب انتخبوا حكومة المن انتخبوا الحكومة ليش ما خلونا أنا رئيس لأن خلوك أنت عندك برنامج حتى لو ماكو ماي صار شحة عالمية عندك حلول للناس هاي إذا ماكو حلول أنت إيش راح تسوي هاي الناس إيش تأكل إيش تشرب العنبر كان الآن كان بألف ونص ما يعادل دولار الكيلو الواحد الآن بأربعة آلاف ونص العنبر الموجود الأصلي يعني مو اللي مخلوط الآن العنبر يحتضر ب4500 وما موجود بس هاي السنة الأخيرة يعني السنة الجاية والله العظيم لتعضون بصابعكم أنتوا العراق يعني اللي عنده هذا المنتوج هذا المحصول يفرط به شيء زين ماي تقولون شحة مياه ماكو احنا نشوف الماي جاي اطلاقات تروح للبحر ليش هذا المي ينهدر يعني زين انتوا مقصودة انتوا جايين تأذون العراق تهدمون العراق انا اعرف هي هاي حكومة المحاصصة ما ينتج عنها غير هذا الان المسألة خطرة انتبهوا لها والله العظيم ناس تحتضر هم وحلالهم ومزارعهم تحتضر ماكو مي ما جاي يوصلهم مي يعني تصور صار 5 أشهر الانهر الفرعية ما طابها قطرة مي الى متى شنو حلولكم هاي رسالتنا الاخيرة هاي المظاهرات السلمية الاخيرة نقول لكم والله العظيم اكو ناس مستعدة تموت على هذا الناظم وسد البيبان يعني انت مسؤول الموارد المائية اللي بالعراق اعتقد حميد الغزي او غيره ما اعرف انت منطي قرار انه هذا الباب صار 2 سنين باب الناظم ما مسدودة ليش ما تنسد زين لما سويت الناظم اذا ليش هو بريطانيا المن بنت هذا الناظم غير حتى سد بيبانه حتى تروي الاراضي زين الماي ما عندكم شلون ما تسدون هذا الماي زين شو هاي المحافظات جاي تاخذ حصصها النجف ليش ما تاخذ حصتها هذا اللي نقوله يعني احنا ما جاي نطالب اكثر من حقنا نقول بلقمه العيش نطالب بلقمه العيش معقوله 200 ألف نسمه نقول لهم روحوا موتوا ما لنا حلول عندكم
انتوا علم الحكومه وعلم البرلمان وعلم القضاء، يعني وين مؤسسات الدوله وينها؟ يعني انا ما جاي افتهم والله العظيم، غير دوله هاي عليه من قائمه؟ اذا صناعه ماكو، زراعه ماكو، كهرباء ماكو، انتوا عليه من عايشين؟ على النفطات؟ هاي النفطات هم باكر عقبه، والنفطات الشعب ما محصلها طبعا، النفطات يروح للاحزاب محاصصه مثل هاي الموازنه، مليارات ياخذ من 20 سنه ويجي بشخطه قلم يطفيها، انطفت، انتهت هاي المليارات اللي اخذوها كسلف. اذا الشعب ما محصل النفط، زين الشعب شاكل لا صناعه ولا زراعه، شاكل ايش يشرب؟ هاي رسالتنا نريد نقولها، طلبنا غير حقنا، تعالوا قتلونا. اذا طالبنا بحقنا اعطونا حقنا. والسلام عليكم ورحمه الله. نحن ما نشهده اليوم هو عدم اهتمام السلطة الحاكمة بهذا المنتوج الذي يسمى الذهب الأحمر، فنحن نناشد بكل من يجد الإنسانية في داخله على هذه المدينة، فإنها من أهم المدن العالمية ومن أهم المدن العراقية التي حاليا يندثر العنبر، لكن هذه المدينة تشهد الجوع وتشهد العطش وتشهد جميع موت جميع الثروة الحيوانية بما بجميع أشكالها. فنناشدكم باسم الإنسانية وباسم كل من لديه ضمير أن ينظر في نظرة أخوية وأبوية لجميع هذه الجموع التي مجتمعة على ناظم المشخاب. هي موت الثروة الحيوانية وجميع هذه الأمور. الحقيقة احنا نحصها وما جاي نستخدمها. باسم أهالي قضاء المشخاب والقادسية والمناذرة والحيرة، نطالب الحكومة بموقف جاد تجاه شحة المياه، تجاه شحة المياه اللي تعاني من عدها مناطقنا منذ سنين طويلة، وذلك بسبب التقصير المتعمد الحكومي بعدم مطالبة الدول المجاورة بحصة العراق من كميات المياه، حصة سنوية. احنا مثل ما يعني يعرف الجميع المناطق الزراعية معتمدة فقط على الزراعة، مناطقنا معتمدة فقط على الزراعة. الزراعة ما معني بها فقط الفلاح والمزارع، الزراعة عندنا محرك أساسي للسوق. يعني إحنا مناطقنا بصورة عامة معتمدة بموسم الزراعة ما محصورة على الفلاح وعلى المزارع. الموسم الزراعي عندنا يعيش عليه السائق والكاسب حمال كهربائي والمحل وبالأقمشة وبالمخضر، كلها عايشة على الزراعة. الموسم ما محصور بالفلاح والمزارع. شحة الماء والتقصير الحكومي بالتوفير كميات الماء أثرت سلبا على مناطقنا بصورة عامة. شحة المياه سببت عندنا هجرة من الريف إلى المدينة. يعني أغلب مناطقنا الريفية الزراعية اللي ترفد العراق بالمحاصيل الزراعية اللي هو العنبر المحصول الأساسي اللي من أجود أنواع الرز انتهى وانقرض بسبب التعمد الحكومي الواضح على مدى عشرات السنين بإهمال هذا الملف، ملف الزراعة. إحنا من 2003 ولغاية هذا العام إحنا نزرع على عاتقنا، ماكو دعم حكومي كافي لإنجاح موسم الزراعة عندنا. إحنا نشتري الأسمدة قطاع خاص، المبيدات قطاع خاص، المضخات، زيت الغاز، الكهرباء، كله قطاع خاص، نشتري ونمول ونزرع ونسوق ونعاني بأيام الموسم. يعني إحنا نهاية موسم الزراعة المحصول توصل إلى السايلوات، يعاني الفلاح حتى من التسويق. بموسم التسويق هو سنة موسم كامل خاسر وكله تمويل ذاتي، ماكو دعم حكومي إلا يعني ممكن 5% من عده. نهايتها توصل المحصول للسايلو، السايلو يرفض المحصول إذا ما تدفع فلوس ورشاوي. أنا عندي سيارة في سنة من السنوات هذه، يعني قبل يعني سنة موسم 2021 32 يوم بباب السايلو واقفة، 32 خسارتي بها 6 ملايين خسرت بها بسبب الإهمال الحكومي. الدولة ما بتلتفت للزراعة، الدولة
الدولة أهملت ملف الزراعة كإهمال ملف التربية وملف الصحة. يعني اليوم إحنا المزارع هذا الموسم الفات موسم الحنطة، موسم زراعة الحنطة، الحكومة قررت خطة زراعية وافقت على 50%. ال50% مشروطة، يعني لازم الدولة توفر لي أسمدة ومبيدات ووقود مقدار 50% من مساحة الأرض، وإذا بينا استلمناها من شعب الزراعة ومن المخازن استلمنا مبيدات زراعية مبيدات، واستلمنا أسمدة حصة 27%. رجعنا طالبنا قلنا لهم أنتم الحكومة قررتونا 50%، شلون تعطونا أسمدة نسبة 27%؟ يقول والله المجلس الزراعي من المجلس الزراعي من قر 50% ما يدري بالمخازن، عندهم مخازن الزراعية ما عندهم نسبة تغطي 50%. زين أنت مجلس وزاري تقر نسبة 50% وتعطيني 27%، ما تدري مخازنك ما بها نسبة 50%. الموضوع الثاني، أنت كحكومة وين دور وزارة الخارجية؟ الدول المجاورة عندها كميات مياه، عندها سدود، عندها مخازن، وين ضغط الحكومة؟ حكومة طالبت الأمم المتحدة؟ لا. طالبت الولايات المتحدة؟ لا. استنجدت دول مجلس التعاون الخليجي؟ لا. شنو 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 اللي سوته الحكومة؟ طالبنا غلقوا الأنهار الرئيسية بالمشخاب، غلقوها. طالبنا توفير مضخات تدفع مي للأنهار الفرعية بالمشخاب. شنو المضخة على النهر تشتغل كل أسبوعين ساعتين؟ نهر عليه 4000 نسمة، 10000 دونم على نهر، شلون بأسبوعين ساعتين تتوصل للمي؟ ليش؟ هذا ناظم المشخاب، هذا صار له 4 سنين ممنوع يتنزل للمناطق المشخاب، ممنوع مشخاب وبصخير ممنوع، كله لازم يعبر للجنوب. زين هذه المناطق يعني شنو ما محسوبة على العراق؟ ما تحتاج ما بها أفرع؟ هذا الناظم مفتوح على مصراعيه صار 3 سنين. بنرجع مدير الموارد المائية خاف، مدير عام النجف يخاف، مدير الشعبة يخاف، وإذا ترجع يقول لك أمر من بغداد أنا عندي ما تنزل هذه النواظم، لازم تعبر المي للجنوب ولازم يعبر للبصرة ولازم يعبر للبحر. زين هذه المحافظات الوسطى شنو ذنبها؟ فشلوا الزراعة بالنجف، فشلوا الزراعة بالديوانية، فشلوا الزراعة بالحلة، وإحنا فشل يتبع فشل، وهذا السنة اللي أحسن من القبل من البعدها، واللي بعدها راح تكون أحسن من اللي تتبعها بسبب الإهمال الحكومي، تعمد وتقصير حكومي واضح بدون أي تفاصيل. ملف الزراعة تعمدت الدولة أنه تفشله وتلحقه بملف التربية وملف الصناعة وملف الصحة. الزراعة اليوم حالها حال التربية فشلت، اعتمدنا على المدارس الأهلية واعتمدنا على القطاع الخاص وعلى التعليم، أيضا فشلنا التعليم العالي، اعتمدنا على الجامعات الأهلية وهملنا الحكومية. الصحة أيضا فشلتها الدولة، اعتمدنا على القطاع الخاص، إذا ما تروح طبيب خاص وإذا ما تروح مستشفى خاص تنتهي. فإحنا اليوم الزراعة هذا ملف الزراعة تبعوه بالملفات السابقة كملف الصناعة والتربية والصحة. نطالب الحكومة بمعالجات جدية لملف الزراعة، نطالب الحكومة بوقفة بحلول جادة وفعلية وبضغط على الحكومات الدول المجاورة من أجل توفير حصة مائية للأهالي. على الأقل الزراعة انتهى ملفها، على الأقل توفير مياه شرب للأهالي. هاي الأنهر الفرعية جفت، أنهر المشخاب الفرعية كلها جفت، هاجرت الناس، الحلال انتهى، كل شيء انتهى بمناطقنا خصوصا مدن الفرات الأوسط بسبب شحة المياه. وكذلك نطالب الحكومة بمستحقات تعويضات محصول الشلب العام السابق، لحد الآن مستحقاته ما وصلت، لحد الآن مناطقنا ما استلمت تعويضات الشلب الموسم السابق، لحد الآن أكو مناطق عندنا ضررت بسبب سوء الأحوال الجوية، الحالو انتهت مناطق آلاف الدونمات عندنا بمناطق المشخاب والحيرة بسبب تساقط البرد الحالوب، مناطقنا انتهت، موسم الحنطة انتهت، أراضي كاملة انتهت، آلاف الدونمات والحد الآن تعويض ماكو، والشلب لحد الآن موسم الشلب السابق ما وصل تعويض 1000 دينار للفلاحين والمزارعين.
طبعا صراحة اليوم عاجز شلون أبدي وشلون أحكي بهذا الموضوع، لكن خليني نجي من البداية. سابقا المشخاب كانت تسمى لؤلؤة الفرات الأوسط بسبب وفرة المياه والزراعة ومحصول العنبر اللي هو يعتبر هوية المشخاب. عندما تقول العنبر يتبادر إلى ذهنك قضاء المشخاب. اليوم أنا ما أدري يعني هذا الموضوع متعمد أو فعلا هو، لكن إحنا اللي جاي نشوفه اليوم يبدو أن الموضوع متعمد لإطفاء هذه الهوية. ده تشوفون اليوم شحة المي الموجودة على الجانب الأول من سدة وناظم المشخاب، لكن عندما تنظر إلى الجانب الآخر من السدة راح تشوف وفرة بالمي. هذا ندل على شيء يدل على حرمان المشخاب من الحصة المائية اللي لازم يستحقها هذا القضاء اللي عدد سكانه أكثر من 150 ألف نسمة. اليوم طلعنا كل أهالي المشخاب بمظاهرة من كل فئات المجتمع الطالب بإعطاء المشخاب الحصة المائية التي يستحق. قدمنا مطالبنا إلى الجهات المعنية وأمام القنوات الفضائية، لكن أعطاء مهلة اليوم لأصحاب ذات الشأن إن لم يحقق ما يريد الأهالي وإعطائهم الحصة الكافية من المياه سوف يكون لنا حل آخر في المستقبل من قبل الأهالي نفسهم. إن عجزت الحكومة على توفير المياه وإعزائها بسبب الشحة الموجودة، هناك مكائن لإرواء الذنائب التي تقع على جانبي نهر المشخاب. اليوم نلاحظ المكائن موجودة، احنا اليوم حاليا في ناظم المشخاب وفي مديرية الموارد المائية دخلوا الأخوة حتى يشوفون المكائن الموجودة، مكائن جديدة تعطي الذنائب وإروائها يعني حتى تصل بعض المكائن إلى 10 متر مكعب بالثانية أعطى. ولكن نشوف هاي المكائن موجودة وحاطيها بالمخزن بدون تشغيلها، ما نعرف شنو السبب. لذلك أقول ربما هناك مؤامرة تحاك ضد هذا القضاء، هذه الطبقة المسحوقة من قبل الحكومة وإهمالها إهمال واضح لكل شرائح المجتمع الموجودة في قضاء المشخاب. نطالب مرة أخرى ونطالب بإعطاء قضاء المشخاب الحصة المائية التي يستحقها، وإلا في قادم الأيام سيكون لنا موقف آخر. في قضاء المشخاب أكثر من 37 ألف دونم لإنتاج الزراعة من محصول القمح والرز. اليوم معظم هذه الأهالي التي تعتاش على هذه الزراعة نشوفها ما عندها كسب آخر، بالإضافة إلى أن المشخاب ارتباطه بهذه الأرض هو ليس فقط ارتباط من أجل كسب العيش، وإنما يعتبر هوية لهذه الناس التي ترث هذه الأرض من قبل أجدادهم. اليوم الأهالي بدون مصدر رزق، يعني الناس اللي تعتاش على هذه الأراضي وتعتاش على هذه الزراعة بدون مصدر رزق، لا عندهم راتب، لا عندهم وظيفة، لا عندهم مصدر رزق غير هذه الزراعة. لذلك على الحكومة الالتفات لهذه الناس بعين الأبوة، بعين الرعية، بأي شكل من الأشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. لناشد جميع مسؤول بالدولة أن ينظرن أهالي المشخاب، الحرمونة من هاي الزراعة وعندنا هوسة تليق بأهالي المشخاب. نشف شط الفرات وراح منا الخير، نشف شط الفرات وراح منا الخير، وما يرجع العنبر ولا بعد مثله يصير، وما يرجع العنبر ولا بعد مثله يصير، حساف الخير عدنا والنجيبة تصدير، حساف الخير عدنا والنجيبة تصدير. هول من والروح نسولف، هول من والروح نسولف، غير الربك ما مقبول المن والروح نسولف، غير الربك ما مقبول المن والروح نسولف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشلب صار لنا احنا 5 اشهر هذا ماي ماكو، هذا النهر اسمه قابيله كخبه، يعني هذا النهر عايشه عليه هالمنطقه بيها 700 بيت اكثر، واكثر يعني اعداد الاراضي بال 5000 دولم اكثر. يعني احنا شنو ذنبنا ان هاي الناس ما تزرع؟ شنو ذنب هاي الناس قطع حجوع من وراء هذا الشيء؟ ليش يعني شلب ماكو؟ هسه احنا حسب ما سمعنا الكلام ان اللي يزرع ياخذوه وهيك مواضيع، لا بالعكس. هذا ابويا احد انهر
المشخاب عبر نار جيلي على مود من يرضى عنا؟ يرضى عنا السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، يرضون عنا 187 نائب. تتذكرونا بس وقت الانتخابات ووقت المهاويل، طلع لكم المهاويل يتهوس لكم. هاي ثمن مهاويلنا والواقتنا وسكوتنا 20 سنة. هذا أحد الأنهر، هذه فضلات العقاريق نشرب من عندها. بالعافية علينا. الآن المشخاب تسلب هوية المشخاب الزراعية.